مرحبا فيكم في الجزء الثاني من سلسلة فيديوز الجلوتين. سويت لكم أنا في البداية الفيديو الأول عن مضار الجلوتين وكيف إن الجلوتين ممكن أن يضرك حتى لو أنت ما عندك حساسية من الجلوتين. الحين إن شاء الله في هذا الفيديو راح أرويكم أمثلة حية على مصادر الجلوتين، وفي نفس الوقت راح أقول لكم على أمثلة الهيدن سورسز أوف الجلوتين، يعني شنو المصادر الثانية اللي ما تخطر على بال أحد اللي ممكن الجلوتين يكون موجود فيها. طبعا اول مصدر للجلوتين اللي الكل طبعا يحبه وما يقدر يستغنى عنه هو الخبز الابيض، التوست. ممكن انتم تفكرون تقولون ان اي اكيد الخبز الابيض اكيد فيه جلوتين لانه هو مو صحي، ما فيه الياف، ما فيه حبوب كامله، بس انتم غلطانين. اقدر اقول لكم ان حتى هذه الخبز الاسمر اللي انتم تظنون انه هو صحي حبوب كامله فيه الياف كذلك فيه جلوتين. فهذه هو عندكم الخبز الاسمر والخبز الابيض وكل انواع الخبز، الخبز اللبناني، الخبز الفرنسي، خبز الصاج، اي نوع خبز مصنوع من القمح او مصنوع من حبوب الرايز او حبوب السبلت ممكن انه يحتوي على الجلوتين. المصدر الثاني للجلوتين هي الباستا، السباجيتي والباستا واللزانيا وكل انواع المعكرونه اللي ممكن ان تشوفونها في السوبر ماركت لان هاي مصنوعه من القمح. المصدر الثالث للجلوتين هو عباره عن الشوفان. انا طبعا ما بأحط البراند لكن ابرويكم ان حتى الشوفان لا تظنون انه خالي من الجلوتين الا اذا كان مكتوب على الليبل جلوتين فري اوت، يعني ان هذا الشوفان خالي من الجلوتين. فمثل ما انتم شايفين هذه هي مصادر الجلوتين الأساسية أو الرئيسية. هناك كذلك مصادر أخرى ممكن أن الجلوتين يختبئ فيها، مثلا الكاتشب، المسترد، وكذلك الصويا صوص. فأنتم لما تروحون تشترون هذه المنتجات من السوبر ماركت وايد مهم أن أنتم تنظرون حق المكونات من اللي هو طبعا في الجزء الخلفي للمنتج، او ان تنظرون حق المكونات اللي مكتوب عليها جلوتين فري. ففي هذا الفيديو رويتكم انا شنو هي مصادر الجلوتين. طبعا انا ما اقول لكم ان انتم تبتعدون عنه 100% نفس ما خبرتكم في الفيديو الاول. ابتعاد عن الخبز ممكن انه هو يكون صعب وشبه مستحيل، بالذات لما الواحد ما يكون في بيته او يكون مسافر، او ممكن ساعات الواحد يصير خاطره فيه وهذا شيء طبيعي. فانت ممكن تستهلكه لو مره في الشهر او مرتين في الشهر ما راح يضر، لكن اللي احنا نسويه للاسف ان احنا نستهلك الخبز على الريوق ونستهلكه على العشاء، سندويتش بيض، سندويتش بينات باتر، سندويتش دجاج، شاورما الدجاج. فيعني احنا قاعدين نستهلك الجلوتين والاخباز بشكل غير طبيعي، فهذا اللي ممكن يضرك انت اذا استهلكته على المدى البعيد وبشكل يومي. اذا عجبكم هذا الفيديو لا تنسون تسوون لايك، تشتركون في قناتي وتشاركون هذا الفيديو مع كل اصدقائكم واحبائكم عشان تنتشر المعرفة والفايدة، ودمتم بصحة وعافية.